هل يجوز الدعاء بحياة الله أو بحياة الله وبآيات الله؟ التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته في الدعاء أمر مشروع. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي إنك أنت التواب الرحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يدعوه بأسمائه وصفاته. نعم.